لخوض غمار المباراة الدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة، يحتاج الفرس لحصة تنشيط يعتمد فيها على الماء، تليها مرحلة التزيين ووضع آخر اللمسات. اللي حنا زادنا لينا اللي مكتشد العود كتطايبو، راك في خاطرك مرتاح عادي مع العود. اللي كيبغي يدخل بواحد 4 ساعة ولا هذا، كتجي تريقلو كدير له شوية ديال الدهنة وهذا البريوك هذا، العود صافي حتى هو كيعرف راسو راه غادي يمشي تبريزونطا، فهمت؟ كيخرج العود كيمشي راه عارف راسو غادي يخدم، غادي يدير واحد الحاجه، حيت العود كيعرف، فهمتي؟ العود كيعرف شنو، كيعرف اي حاجه كيعرفها. هذا الفرس يصنف في خانة العربي الأصيل، بعد التحضيرات اللازمة سيستعرض جماله أمام لجنة تحكيم متخصصة. تفاصيل المعرض ستعرف إقامة 3 مباريات لجمال الخيول العربية الأصيلة. الفرس العربي الأصيل فيه القدرة وفيه السباق الخيل وفيه العربي الأصيل للجمال، الجمال اللي يمتاز يعني بخط الظهر والقوائم والرأس الصغر والأذنين والذكاء، عنده ذكاء خارق للعادة، ولكن هو على حسب طريقة باش نوجدوا هذا الفرس على حال الأصل وتحسين النسل. معرض الفرس بالجديدة دورة سادسة وآفاق أرحب. هنا صار الموعد قارا لكل عشاق جميع أنواع الخيول العربية الأصيلة.